تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعلك رجاء، لعلك هذا رجاء، لأننا لا نجزم كما أخذنا في العقيدة، لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهد له أو جاء في القرآن أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. أما من لم يأتي في الكتاب والسنة تعيينه أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نجزم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأيضاً المسلم لا يغتر بعمله، لعلك تفلح، شوف لعلك تفلح، لا تجزم وتغتر بعملك، ولكن ترجو الله، ترجو الله أن يجعلك من المفلحين، تأتي بالأعمال الصالحة وترجو الله أن يجعلك من المفلحين.